البوابة التعليمية التفاعلية هي أول منصة تعليمية تستخدم كثير من التقنيات الحديثة بمجال التعليم وبتساعد بشكل كثير كبير الطلاب من مرحلة الصف السابع لما بعد المرحلة الجامعية، بتساعدهم اليوم ليعرفوا إمكانياتهم وقدراتهم بالمكان المناسب، واليوم وتحديدا هلأ بعد ما ظهرت نتائج التكميلية لطلاب الشهادة الثانوية، أكيد كل التوفيق لكل حدا حالفه الحظ وقدر يرفع من علاماته، وأكيد اللي ما قدر يحلفه الحظ أكيد فهو قادر يعوض بالسنة الجاية. لازم اليوم الطلاب يلي نجحوا بالدورة التكميلية رشا أكيد هنون عم يفكروا بالتخصص الجامعي، فيمكن لازم يكون عندهم معرفة عن هي البوابة لأنه هي فعلا رح تساعدهم. وكرمال هيك نحن حبينا نضوي بصباحنا اليوم عن هي البوابة التعليمية اللي عم تقدم خدماتها لطلاب الشهادة الثانوية وعم بتساعدهم لاختيار التخصص الجامعي المناسب لقدراتهم لطموحاتهم وأيضا لعلاماتهم. اليوم رح نضوي على عمل هي البوابة، أهم الخدمات اللي عم تقدمها، من هنون الفئات المستهدفة وشو هي الخطط المستقبلية. وضيوفنا لليوم هي الآنسة آية الكنج وحضرتها مديرة ومؤسسة البوابة التعليمية. صباح الخير ست آية، أهلا وسهلا بحضرتك. أيضا بدي رحب بالأستاذ معاذ الحلبي وحضرتك المشرف التنفيذي للبوابة التعليمية، أهلا وسهلا ونورتوا صباحنا. واليوم يعني حضوركم جدا مهم بهذا اليوم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم أستاذة آية. رح نبدأ مع حضرتك أولا، بما أنك مديرة البوابة التعليمية والمؤسسة، خلينا نخبر المشاهدين بداية نحن شو نقصد بالبوابة التعليمية كشكل عام، هي كمؤسسة شو بتضم اليوم؟ تمام، هلا البوابة التعليمية بلشنا فيها بال 2010، طبعا هي أول منصة تعليمية أونلاين بتقدم خدمات تفاعلية للطلاب. كان هدفنا هو ربط التكنولوجيا بالتعليم. طبعا الطالب يعني نحاول نغير طريقة الدراسة، مو انه بس الطالب يدخل ويدرس يقرأ الكتاب، وإنما يكون في شيء خدمات تفاعلية الربط، مثل الاختبارات، مثل التقييم الطالب، التقارير، العلامات، كلها الربط بطريقة واحدة. طبعا هالفكرة كانت بهدف دعم الطلاب من كل الجوانب، نفسيا وتربويا ومهنيا وتعليميا. بالتالي نحن البوابة كمنصة هي شاملة لأول شيء كطلاب، عندنا من الطلاب من السابع للبكالوريا وما بعد البكالوريا، يعني مرحلة الإعدادية ثانوية والجامعية، وعندنا كمان نقطة أنه الخدمات هي متنوعة، طبعا اللي بتتقدم بناء على شريحة الطلاب اللي يعني مستهدفة أو كذا. طبعا كان كمان هدفنا يكون في عنا إغناء المحتوى الرقمي العربي، وبالتالي أخذنا على موضوع المحتوى الرقمي العربي موثوقية المعلومة، أخذنا 5 جوائز على مستوى سوريا على مستوى العالم. ما شاء الله، يعطيكم ألف عافية. أستاذ معاذ، دائما نحن بنعرف المدير التنفيذي بيكون هو مشرف يعني وعنده اطلاع على كل أمور إن كان بالشركات وحد عندكم بالبوابة. خلينا نحكي اليوم عن الإضافات، عن الخدمات اللي عم تقدموها لي الطلاب. مثل ما ذكرت الأستاذة آية، نحن الشريحة المستهدفة للطلاب هو من الصف السابع للمرحلة ما بعد الجامعية. فنحن بنكون مع طلاب المدارس من الصف السابع لصف البكالوريا ضمن تطبيق اسمه تفوق معنا. تفوق معنا بيحوي تقريبا 8 خدمات بتساعد طلاب المدارس لحتى يدرسوا بشكل الكتروني. يعني بحيث يستخدم موبايله بشكل فعال. تفوق معنا الخدمة الأولى الموجودة فيه طبعا هي المناهج الدراسية، بيقدر يحمل المناهج والكتب المدرسية بصيغة PDF على موبايله ليقدر يدرس من خلالها. الخدمة الثانية نحن عندنا موضوع الاختبارات المؤتمتة لكل مادة ضمن كل صف. من الصف السابع طبعا للبكالوريا، بحيث الطالب يقدر يعمل تقييم كامل لدراسته. طبعا احنا بناء الاختبارات عاملين بمبدا داتا بنك، بحيث الطالب كل ما عمل اختبار جديد عم يطلع له اسئله جديده، بالتالي حتى اذا كان في عندنا طالبين او 3 موجودين كل طالب عم يطلع له اسئله عشوائيه مختلفه عن الاسئله الثانيه، بالتالي صار في عندنا اغناء لموضوع الاختبارات. نحن طبعا موضوع الاختبارات كمان مقسم على حسب الدروس، كل درس له اختبار خاص فيه، بعد منها بيكون في عنده على مستوى الوحده، على مستوى المذاكره الاولى، لحتى يعمل اختبار كامل للماده. الخدمه الثالثه الموجوده هي في خدمه التقارير والتقييم الدراسي، لحتى يقدر الطالب يتاكد من دراسته هل هي فيها مشاكل، فيها ضعف في بعض الاماكن، من خلال دراسته على موقع البوابه التعليميه بيقدر بشكل تلقائي بيطلع له تقييم كامل لدراسته. طبعا بالاضافه للفيديوهات التعليميه الموجوده للصفوف التاسع والبكالوريا، بالاضافه لاساسيات التعليم اللي عم نشتغل عليها. هلا نحن حاليا بالوقت الحالي اللي هي مرحله ما بعد البكالوريا، نهتم لاختيار التخصص الجامعي المناسب. بنلاقي اليوم كثير طلاب في عندهم مشاكل، انا شو بدي اختار تخصص؟ هلا شو الاسس اللي لازم اختار على اساسها هذا الاختصاص الجامعي او الفرع الجامعي؟ نحن نعرف اليوم الفرع الواحد ممكن يكون موجود
بالعام بالحكومي بالخاص بالمفتوح بالافتراضي، فصارت عندنا مفاهيم كثيره، فصار لازم نعمل اضاءه للطلاب حول هي المفاهيم. نحن بنكون مع الطالب بالخدمه الاولى اللي هي اختبار تحديد الميول او اختبار تحليل الشخصيه MBTI، هو طبعا اختبار عالمي. خلال هذا الاختبار مقسمين المجتمع ل 16 شخصيه. طالب بس ليجيب عن هي الاختبارات ضمن هذا الـ MBTI رح تطلع له نمط شخصيته، بالتالي رح يعرف شو الميول المهنية لهي الشخصية، ميوله المهنية والفرع الدراسية الجامعية المناسبة لشخصيته، بالتالي قدر يحدد فرعه الجامعي على أسس علمية. نحن رحنا مع الطالب بمكان ثاني اللي هو اسمه توقع نتيجتك. نحن أخذنا المفاضلات من عام 2010 للسنة الماضية اللي هي 2023، عملنا لها أتمتة معينة دخلناها على الموقع، بالتالي الطالب بيحط اليوم قديش جمع وبيعطيه شو هي الأفرع الجامعية اللي ممكن تطلع له بناء على المفاضلات. فنحن أخذنا جانب علمي وجانب بناء على علاماته، بالتالي الطالب قدراته طالب يعني. تمام قدر يعمل فلترة للتخصصات اللي ممكن تناسب شخصيته وتناسب ميوله. طبعا الخدمة الثالثة اللي هي موضوع التسلسل الزمني، هو لا هون بيحط الفرع الجامعي وبيعطيه معدل هذا الفرع على مدار ال 14 سنة قديش صار. طبعا بالإضافة لخدمات المقالات اللي هي بتهم التخصصات الجامعية، شرح عن أكثر من 60 تخصص موجودين عنا على الموقع بشكل مقالات، بالإضافة للفيديوهات اللي بتشرح كمان هي التخصصات. والخدمة الأخيرة اللي هو موضوع دليل اختيار مهنتك، طالب بس ليخلص جامعة أنا شو بدي اشتغل؟ دائما كمان بيكون في عنا فجوة بهذا الموضوع، فخدمة دليل اختيار مهنتك هي بتدله هذا الفرع فيه هي المهنة اللي بتقدر تدرس من خلالها وتقدر تشتغل فيها ما بعد التخصص الجامعي. تمام استاذ ايه، خلينا نركز على نقطة التخصص الجامعي بما انه ظهرت نتائج التكميلية وبحاجة اليوم الطلاب يعرفوا يختاروا التخصص الجامعي اللي بيناسبهم بيناسب علاماتهم. ذكرتي قبل الهواء انه في ايفنتات بمحافظتنا السورية مستقبلك عنا، خبرينا عنه اكثر، امتى رح يبلش، شو رح يضم، من الفئات اللي حتكون موجودة، خبرينا تفاصيل أكثر. تمام، هلا نحن كونه مثل ما قلتي طلعت النتائج والطلاب كلهم بده يعرف كيف يختار تخصص جامعي، نحن طبعا في خدمات موجودة على البوابة تفاعلية موجودة، بيقدر الطالب وين ما كان وبأي لحظة انه هو يدخل يستعمل الخدمات اللي ذكر الأستاذ معاز. طبعا الى جانب هذا الشيء نحن عملنا مثل تعاون مع الجمعيه العلميه المعلوماتيه وحنكون نحن بكل المحافظات السوريه بحيث انه نطلع نعمل مثل ايفنت بتشرح للطالب بشكل اكثر انه مثلا عن كيف يختار التخصص الجامعي، كيف يكتب المفاضله، الورقه المفاضله مثلا كيف بيعبيها، مثلا شو الفرق بين اساسيات التعليم العام والافتراضي والخاص، حتى مثلا كيف يختار التخصص الجامعي بناء على اختبار تحديد الميول MBTI، كله طبعا بناء على معايير عالميه. طبعا هذا موجود حيكون اونلاين حيكون ضمن المحافظات. حنبدا بمحافظه دمشق باذن الله، هلا عندنا ايفنت بهذا الاسبوع الجاي، بعدين حنروح على حمص، حما، طرطوس، اللاذقيه، صافيتا، وحنكون كمان بحلب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله هيك يكتب لكم النجاح يعني. استاذ معاز خلينا نحكي اليوم وقت اللي عم تروحوا لاقامه ورشه، يعني شو هي اهم الاساسات اللي بتعتمدوا عليها بالورشات اللي عم تشتغلوا عليها؟ بدايه نعمل اضاءه للطلاب حول خدمات البوابه ليقدروا يستفادوا منها، بالتالي في عندنا العنوان الرئيسي اللي هو كيف نحن بندمج التكنولوجيا بالتعليم وكيف نقدر نستفاد منها. فنحن بدايه بنستعرض خدمات البوابه، كيف الطالب يقدر يستفاد، نشرح اختبار تحديد الميول. خلال المحاضرة ممكن نعمل محاضرة مستقلة عن اختبار تحديد الميول، الطالب بنهاية هذه المحاضرة عرف شخصيته، بالتالي عرف الأفرع الجامعية اللي بتناسبه، وهي أهم خطوة بالنسبة لطالب بكالوريا. المحاضرة الثانية اللي عادة بتكون عم نحكي عن كيفية ترتيب رغبات المفاضلة، نعرف نحن المفاضلة كل سنة بيكون في إلها تعديلات تطويرات، صحيح. أحيانا موضوع منح الجامعات الخاصة، فنحن كمان نعمل إضاءات كاملة حول هي المفاضلة للسنة الجديدة. طبعا المحاضرة الثالثة عم تكون عن أنواع التعليم، نحن بنعرف يعني حكومي وخاص ومفتوح وافتراضي، كل واحد له شروطه وكل واحد له أفرع جامعية أحيانا مو موجودة بفرع ثاني، والطلاب ما عنده كامل الوعي تجاه هذا الموضوع، فنحن حاولنا نجمع هي الامور كلها ضمن هي المحاضره. طبعا بالاضافه لممكن نعمل معرض تخصصات بسيط للاساسيات
الأفرع الجامعية مثلاً الهندسات، الاقتصاد، لنحكي عن هاي الفروع الجامعية كم سنة، شو المواد اللي تدرس من خلالها، وبنهاية هذا الفرع شو ممكن نشتغل، كما ممكن نخبر الطالب بشكل مباشر. تمام ست آية، يعني اليوم أي مشروع أو أي عمل هو بحاجة لدعم كتير كبير حتى ينجح. إذا نحكي عن البوابة التعليمية التفاعلية، مين كان الدعم لهي البوابة أو هالمنصة من بدايتها، وده هي فعلا بحاجة لدعم، وقد عم تشبك اليوم مع جهات معينة كرمال تقدم كل الفائدة للطلاب؟ طبعا مثل ما قلتي اي مشروع ريادي بده دعم بالاخير، المهم انه الانسان يؤمن بالفكره وبيلاقي كثير دعم. هلا طبعا نحن شبكنا مع كثير جهات، يعني مع الجامعات، مع المدارس، مع المعاهد، حتى مع الشركات الخاصه، في كثير جهات بس بدها تدعم. نحن لانه وقت بلشنا بالبوابه بلشنا بشيء اسمه موثوقيه المعلومه، يعني موضوع الموثوقيه هي بالنسبه لنا هي اهم شيء. طبعا كنا نروح على جهات نعمل مثل تبادل خدمات، نعم. يعني انه مثلا اي معهد بيقدم مثلا اللغه الانجليزيه بطريقه كثير بروفيشنال، نعمل معه عقد انه انت حتنزل لك اياهم على البوابه، انت حت، بالتالي انه في دائما في بيكون تبادل خدمات بشكل مجاني، ومثل تشبيك بيننا وبين الجامعات والشركات، حتى الشركات الخاصه كمان شبكنا معها كانت تقدم هدايا، يعني تحفيزية تمام. هذا تفوق معنا الموبايل ابلكيشن، الطالب بيدخل بيعمل اختبارات وكمان اخر شيء بياخذ هدايا، طبعا اللي بتقدمه هي الشركات الخاصه. معناتها اليوم ست آية من خلال جوابك انه اليوم في كان تشبيك وتم تقديم خدمات. نحن هون استاذ معاذ كوننا الكادر المشرف على البوابة، واليوم الكادر المفروض يكون متخصص بجميع المواد، في عندنا اقسام كثيرة، كون نحن عم نحكي اونلاين، في قسم للاستفسارات، قسم معلوماتية. خبرنا اكثر عن الكادر المشرف على البوابة. لا بداية طبعا موجود كاشراف تنفيذي، عم نكون مسؤولين تقريبا عن كامل، تحت منا بيكون غالبا في عنا كادر تعليمي هو مسؤول عن المناهج الدراسية، عن الاختبارات، عن تدقيق الفيديوهات. طبعا احنا اي فيديو او اي اختبار ممكن ينزل تفوق معنا وبده يكون مدقق من استاذ غير الاستاذ اللي وضعه اول مرة، يعني احنا مشان نكون عنا موثوقية ومصداقية للطلاب. حتى طبعا عندنا كادر تطوعي، هن شباب وصبايا عم بيكونوا معنا بيساعدونا بموضوع الاختبارات، بموضوع الايفنتات، حتى نقوم بهذا العمل بشكل كامل. اكيد بالاضافه للكادر التقني الموجود على مدار ال 24. تمام ست آية، يعني هي البوابه او هي المنصه انطلقت بعام 2010، كان في تاثير لظروف الحرب اليوم على هي البوابه؟ وقفتوا العمل لفتره معينه، ام كنتوا مستمرين اليوم لحتى تقدموا كل الفائده للطلاب؟ خبرينا اكثر تفاصيل عن هذا الموضوع. لا بالعكس تماما، ابدا ما وقفنا، بالعكس تعاملنا مع ظروف الحرب وطلع عنا خدمات يعني تدعم الطالب ضمن ظروف الحرب. مثلا بداية الطالب مثلا بالفترة الحرب كان مثلا ما يقدر يوصل لكتاب أو منهاج أو كذا، نحن أمننا كل الكتب كانت أونلاين ضمن تفوق معنا، بيدخل الطالب بيدرس وبينزل الكتب بشكل كله مجاني طبعا. بعدين مثلا صار عندنا فكرة مثلا فاقد التعليمي، حاولنا نعمل كمان تعاون مع اليو ان وعملنا كل شيء أساسيات التعليم بشكل فيديوهات مسجلة طبعا من أفضل الأساتذة، بحيث أن الطالب صار فيه أي فاقد تعليمي خلال سنوات الحرب اللي راحت عليه، بمجرد ما دخل وحضر هذول الفيديوهات طبعا بشكل مجاني كان عم يرمم هذا الشيء، هذا الفاقد. حتى اليوم ست آية، يعني وقت ظروف كورونا كانت هي حاجة ضرورية، يعني تمام. وجود هي البوابة. قبل ما ننتقل عندك استاذ معاذ، لفت نظري حكيت كلمة ست آية انه هي مؤسسة وصاحبة هي الفكرة، واليوم هي الفكرة انولدت لحاجة معينة، خلينا نحكي عن هي النقطة. هي طبعا نحن من 2010 يعني كان عندنا رؤية انه في حاجة انه يكون التعليم مو هيك جامد، يعني سبب بس ظروف الحرب او لا؟ لا لا، هو بلشت من 2010 الحقيقة. انا كان الفكرة انه انا كنت عم بعمل ماجستير وحاولت لاقي مثلا مثل مواقع تعطي باللغة العربية،
كلها كانت بالانجليزي، لقيت انه في عندنا شيء اسمه ضعف بالمحتوى الرقمي العربي، وبالتالي طلعت الفكره انه ليه ما احنا ما نعمل بوابه تعليميه تدعم الطلاب يكون باللغه العربيه كونها هي لغتنا الام، وبلشت. وبعدين اجت ظروف الحرب وصارت تتطور البوابه بينما يتناسب مع ظروف الحرب، طلع الخدمات اللي هي بتناسب الطالب وتدعم الطالب. انتم هيئينها يعني، وكانه سبحان الله يعني، سبحان الله يعني على فترة صعبة. واجت فترة كورونا كمان زادت أهمية المنصة، انه طالب ما عاد يقدر يطلع الدروس الخصوصية، صارت كمان ما عاد يقدر اصلا ياخذ. حتى بفترة الكارثة الطبيعية بشباط بالزلزال تم انقطاع كثير للطلاب يعني، تمام. فكانت ايضا كانت موجودة لتقدم هي الخدمات، تمام. لذلك احنا يعني من 2010 الفكرة موجودة، و وكان في حاجه الحقيقه، حاجه مثل ما بيقول السوق، او حاجه للطلاب لدعم الطلاب بشيء اونلاين. اكيد اهم شيء الاستمراريه اليوم رغم كل الظروف. فاستاذ معاذ، خلينا نعرف من حضرتك اكثر عن الكوادر التعليميه والتخصصيه الموجوده اليوم ضمن البوابه التعليميه، على اي اساس بيتم اختيار الكادر الموجود؟ تمام. هلا اول شيء نحن الكادر، في عندنا كادر اساسي موجود هو معتمد بشكل كامل، هو اللي ممكن يكون عملية التقييم من خلاله. هو طبعا أساتذة على مستوى كتير رفيع، حاصلة على شهادات متخصصة بكل مادة هو بيعطيها. نحن بالإضافة لهذا، نحن لما منصور فيديو معين أو نجري اختبار معين، هذا الفيديو بيتم تدقيقه تقريبا من 3 أساتذة حتى نحن نكون متأكدين من هذا المحتوى. بعد المونتاج، حتى بعد عملية المونتاج كمان بيتم تدقيقه مرة ثانية حتى ما يكون في عنا أي خلل أو أي مشكلة خلال عملية التصوير أو خلال عملية المنتج. بالتالي بكل مادة تقريبا عندنا أربع كوادر، في عندنا كادر أساسي هو الموجود، وثلاثة ممكن بعده يكون مسؤولين عن عملية تدقيق هي الاختبارات وهي الداتا الموجودة. هاي المسيرة الطويلة من التدقيق كرمال الثقة بينكم وبين الطلاب اللي عم يستقبلوا هاي المعلومة، أيضا هي متعبة، وأكيد اليوم في صعوبات وفي ضريبة لهذا النجاح. نحكي يعني حتى ست آية أو أستاذ معاذ، نحكي بشكل عام يعني، شو أهم الصعوبات اللي ممكن تعترض طريقكم؟ كيف عم تقدروا تتجاوزوها؟ هلا طبعا في طبعا كثير صعوبات، بس يعني بالاخير برجع بقول لك بكون في ايمان بالفكره، ايمان بنجاح الفكره. ممكن انه نحن دائما نحن عندنا الحقيقه خطه للعمل، وهي الحقيقه بنحاول نتجاوز المشكله قبل اصلا ما تجي المشكله. مجرد ما يكون عندي خطه عمل لمده سنه، احنا كل اول سنه فصل دراسي بنعمل خطه عمل كامله، مجرد ما كان عندنا شيء منظم والرؤيه تبعنا واضحه، بالتالي بيصير في عندنا تجاوز لكثير عقبات قبل ما توصل. تمام. انتقل عندك استاذ معاذ، يعني ست آية خبرتنا انه حصلتوا على 5 جوائز اليوم، قد ايه مهمه هي الجوائز لكم؟ قد ايه بتضيف لكم اليوم ضمن المنصه وبتعطي يمكن ثقه اكثر لكم وبيعملكم؟ خبرنا عنكم اكثر. اول شيء نحن حصلنا بعام 2010 على جائزة سيا على مستوى الوطن العربي من بين 200 مشروع، كان طبعا البوابة التعليمية هو المشروع الأول الرابع. حصلنا بعدها على 4 جوائز بموضوع أفضل خطة عمل، بأفضل مشروع تنموي، بأفضل تطبيق موبايل، كونه البوابة التعليمية عندها 2 أبليكيشن، بوابة تعليمية وتفوق معنا. بالتالي الحمد لله هذا الموضوع أثر كتير إيجابا، وصار في وصول للطلاب أكبر، وأثر حتى بموضوع الأساتذة والكادر التعليمي. بالعكس اليوم الأستاذ صار هو بيرغب هي منصة موثوق فيها عربيا عالميا، بالتالي لا الأستاذ هو نفسه صار في عنده رغبة لحتى يطور العمل بالتعاون معنا. قد ايه اليوم ما حلو هذا النجاح وهذا التكريم، وكان حافز لكم للاستمراريه؟ قلتي دائما نحن بنحط خطط سنويه، ولكن نحن بحاجه احيانا لخطط اسعافيه بسبب الظروف اللي تكون خارج اراده عملكم. يعني حكينا على الايفنتات والمحافظات، هل في شيء اضافات جديده بالخطط المستقبليه؟ اكيد. هلا نحن الحقيقه هلا ثوره الاي اي اللي طالعه، حيكون في كثير اضافه على البوابه بموضوع الاي اي، الذكاء الاصطناعي ان شاء الله. يعني ما بتخافوا اليوم ست آية يعني من هي التقنيه؟ يعني هي قد ما انا ايجابيه، ولكن لا بالعكس حتكون هي تمام اذا قدرنا نحن نستعملها بطريقه صح. بالعكس هي بتعطي تطوير ودعم كثير كبير للطالب، يعني بالمجال التعليمي بالذات، يعني تدعمه كثير للطالب. ان شاء الله هو هذا ان شاء الله هذا عم نشتغل عليه، وحيكون باذن الله قفزه للبوابه
بنقطة الـ AI. قبلة السنة خلينا. قبلة السنة يعني. إن شاء الله. الحقيقة ما كنا حابين نحكي فيها بس يعني. هي بس خاصة يعني الإخبارية اليوم. تمام. أكيد بالختام يعني شكرا لكم ولوجودكم معنا، كنتوا معنا الأستاذة آية كنج مديرة البوابة التعليمية والأستاذ معاذ حلبي المشرف التنفيذي للبوابة التعليمية، شكرا لكم ولوجودكم معنا وكل التوفيق لكم وأكيد لكل الموجودين ضمن البوابة التعليمية. شكرا لحضوركم، موفقين بهذا العمل الإنساني التربوي خلينا نقول، وبالتوفيق أكيد لكل طلابنا إن شاء الله نشوف هيك خططكم كلها تبصر النور قريبا. شكرا لكم. شكرا.